تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. بنتي شيخ والكرم والطيب منا. تم التسجيل والمكساج والفعول الشام أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. بنتي شيخ والكرم والطيب منا والفعول الشام خاسل الرهاوي. تم التسجيل والمساج بالسجوهات أفراح العروس أسماء اللي بالحزن والزين فن في ملامح خاطي فاصل النحاوي برقها يطريك مرس في المدن بعدها يسبقها مالي للعطاوي. خدها مطلع جبين الشمس كنا غالية ناس ما فيها الطيب حاوي في حلاها ولادة مشهود عنا من ديار سيزها طال المطاوي. للتواصل 05-333-48-02. أسماء اللي ما ظهر في بالهقاوي وجهها يشد على بهيمة كنا من سناها تفجل النجم السماوي. الرشيقة مقدها الرمح المطنة لامشت طفي البلا من هو يساوي. انت ما يلغصنا هستمر تبنى وانت ميت تحت ولا مرات يداوي. عادي اسمى والحلاق بنت جنة من ثمار طلابها ضد النواوي. اني مرسمها عسل صافي تدنى لا بدا مصدوقها عدل الحكاوي. للتواصل 05-333-48-02. اللي كسرها العليم بنا تاجها الرجال هالقدر الزهاوي. اشعلت منه عرفنا ومن جهلنا واللي يجهلنا عدو انت وغاوي. أفراح العروس لتنفيذ جميع الشيلات لابدت مريوش بالعين اذهلتنا اسماء اللي تسحر قلوب الهواوي. لو تسالهم طرفها دومي ذبحنا من لواحظها خذت مجد الغزاوي. اسماء اللي تطرب القاف المغنى لا تجلى تسعد القلب الشقاوي. اسمتين احساسها يروي المعنى ما قدر بوصفها شاعر حماوي. للتواصل 05-333-48-02. غاليتنا اسمى في العبة مثلنا من يماريها ومنه يصير قاوي. تم التسجيل والمكساج اللي من جنى مع الفرحة وهنا في ديار نسيتها ما كان يخاوي. أخذها اللي مدى عمره تمنى في غلاها عاصم وقاعد وهاوي. 4-8-02-1. قالي اسمى غاليتنا اليوم ناوي قالها يلا عسى دايم تهنى في سعادتها على الخير النداوي. في زفاف الغالية نفرح وحنا من امانينا لهم اسى الدعاوي. حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون حبيب الله ولكننا الأفضل. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل.